بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا موقف في حياة أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الصحابي الجليل يسمى الشريد ابن سويد، الشريد ابن سويد بالشين المثلثة المفتوحة والراء المهملة المكسورة، الشريد ابن سويد. ومن نافلة القول أن هذا الصحابي من الذين أردفهم النبي خلفه عليه الصلاة والسلام. ابن مندى عند كتاب أسماء الذين أردفهم النبي خلفه عليه الصلاة والسلام، هذا واحد منهم. النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه فوجده متكئ على إلية يده اليسرى، يعني هكذا واضع عن الكف، هذا تسمى الإلية، كف اليد تسمى إلية اليد، فوجد أنه متكئ عليها اليسرى. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تجلس أو لا تقعد أو لا تتكئ اتكاءة المغضوب عليهم. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وعند أبي داود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه وجده قد اتكأ على إلية يده اليسرى في الصلاة، فقال: هذه جلسة الذين يعذبون. من فائدة هذين الحديثين يا إخواني أنه ما ينبغي للإنسان أن يجلس متكئا على إلية يده اليسرى. طيب ما هو الحل الآن؟ ماذا نفعل؟ قال العلماء: إما أن تتكئ على إلية اليدين معا، أو أن تتكئ على إلية اليد اليمنى، أو أن تتكئ على اليد اليسرى قابضا كفها هكذا، ولا تتكئ عليها بهذه الصورة. وهذا يشمل الجلسة في الصلاة ويشمل الجلسة في غير الصلاة. Now we are saying to make the advices for our people not to be sit down by the abdominal and the internal of the left hand. Just only if you want to miss it, think for the both hand or for the right hand, or to make it like this and to sitting for the left hand. This is not prohibited. But if you are sitting for the left hand like this is prohibited in our Islamic legislations. وألقاكم إن شاء الله في موقف جديد وفائدة جديدة في حلقة جديدة. فإلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا